تونس معنا على عين المكان زميلنا سعيد زويريس. سعيد لك الكلمة تفضل. مرحبا معز، تحية ليك مرة أخرى. شعر دقاجة نسمعك من أمام تغيرت الصورة من أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس. يعني هناك تجمع، بداية التجمع للعشرات إلى حد الآن اللي هم رافعين أعلام الفلسطينية كما تسمع، الشعارات كلها مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وكيان الصهيوني ومطالبة تنديد بما يحصل في غزة. تسمع معز، طرد السفير واجب، يعني إسرائيل والأمريكان شركاء في العدوان، تقريبا كلها شعارات منددة بالدور الأمريكي في هذه الحرب. خليكم شوية مع الشعارات معز. طرد السفير ألخ السفارة، طرد السفير ألخ السفارة، طرد السفير ألخ السفارة. تقريبا هذا الشعار الاساسي اللي يرددوا فيه لنا معز. ما زالت يعني المظاهرين، فما اعداد اخرى قاعده تجي سعيده ضعنا في الصوره، فما اعداد اخرى بالضبط يعني في الانهج الفرعيه ما زالت الناس داخلين بالدرابوات نتاع فلسطين وما زالوا يتجمعوا لنا في هذه النقطه. ايضا الانتشار الامني الان كما نشوفوه، ايضا تعزيزات امنيه ما زادتش في الحقيقه، ولكن وقع الانتشار، نزلوا طبعا من السيارات ولا هناك كما تشوفوا تعزيزات امنيه. هذا يا معز المدخل يعني الرئيسي لسفاره الولايات المتحده الامريكيه في تونس، هنا يتم الدخول ومن هنا تعتبر كلها اراضي تابعه للسفاره الامريكيه. وايضا هنا حتى ما يعملوا في ندوات وفي يعني طلب عبر الفيسبوك الى عبر مجموعات صغيره للبقيه للالتحاق الان، وانه المظاهره في امام السفاره الامريكيه قد بدات، ومتوقع انه التحاق يعني حتى التلاميذ والطلبه حسب ما فهمنا انه المعاهد القريبه حي السلام وغيره ايضا مباشره بعد الساعه الواحدة الان تقريبا يعني باش يلتحقوا ايضا بهذه المظاهره، لانهم كانوا ايضا هالربع اللي فات موجودين لهنا في هذه المظاهره امام مقر السفارة الأمريكية. يعني هم في الأغلب معز شباب متوسط العمر كما حكينا 25 سنة، تشوفوا الأغلبية شباب يعني هم موجودين اللي هم يعني رافعين شعارات كلها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إسرائيل وضد الدور الأمريكي في مساعدة كيان الصهيوني. نرجع لك. تعلمنا جبارة، مستعمر هدم أو كارة، مستعمر هدم أو كارة، علمنا سعدات، علمنا سعدات، حرق السفرة والسفرات، حرق السفرة والسفرات، اطلع يا قمرنا وهل، اطلع يا قمرنا وهل، ضوي على المخيمات، ضوي على المخيمات، مربينا لنعيش بظل، مربينا لنعيش بظل، بينا نفجر دبابات، بينا نفجر دبابات، بينا نفجر دبابات، بينا نفجر دبابات. تقريبا نرجع لك بعد قليل سعيد. احلاه الشباب التونسي هاي سي سمير، صار ديبو في صار ديبا في البلاتو هذا وكان متشنش شويه، ماذا بينا ما يتشنش زاده مره اخرى، مع اننا نمشيو في اجراءات كيما مثلا طرد السفير الامريكي او طرد السفير الفرنسي. نعرفوا الموقف.